can take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets, our hands are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Quand tu l'on avance ensemble, dans la croix comme dans la défaite, c'est les passions sauvent aux forces. On a tous le même refrain en tête. We all sing. On est des soldats sans armes au combat. Ce soir la mission, c'est de chanter dans les stades. Chanter dans les stades, chanter dans les stades. Chanter dans les stades, chanter dans les stades. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag. Passion. Derrière 11 hommes, une seule nation. Nous les enfants, aux fils sévères. Voir nos champions nous fait rêver. Dans les rues, nos mains sont en l'air. Marque nos humeurs, joie comme colère. Tous unis sous une même bannière. Qu'importe l'issue, on a gagné. Tant que l'on avance ensemble, dans la croix comme dans la défaite. نزل الفيرسي محمد الخدري ولقي الارتكاز متواصل عملية نزل العملية ممكن التوزيع عمل يسار متابعة ودي مخزنة القطار وهو يسير في البداية كان سرعة التي لقى المباراة الإطار إذن الجولة السادسة والتحضير ومتابعة مشواره في الرابطة المحترفة الأولى في البطولة التونسية الاسم شويخ يحاول يمهد الرأس ولم يكن في اليد سليم قرار الحكم نادر الفارسي وليد المسعودي إمكانية للتصويت ترجع بالدفاع وعين الشعباني مرفوعة في الديجا جونيور حاول الدفاع يتقدم أكثر يلعب الدفاع المتقدم هو من هذه بقفة اختر نادر الحملة على مستوى 30 متر مهدي المرزوقي مهدي المرزوقي في وسط الميدان التحضير لجونيور ثم يستلم كرة مرة أخرى يمر حامي بشويك أحمد الحامي جونيور حفر الحامي والحق ليش بشويخة بعملية فنية ممتاز التحضير ثم التمية ليش بشويخة في العمق في اتجاه جونيور يحاول يخرج نادر الفارسي الظهير الأيمن نادر الفارسي وصل كرة لجونيور وليد المسعودي حاضر الجونيور هدف ثاني مؤكد لكن الحارس يتعلق في هذا الشوط الاول كرة تخدمت بشكل جيد جونيور يتخلص من الدفاع لكنه يسوق لاحضان الحارس بعبور صالح النادي الرياضي على الامن كان سجل تفوقه الان في الشوط الاول ويضيف الهدف الثالث منذ تقسيم الاولى لشوط الثاني على هدفي الشوط الاول لكن تابعت تحت وتحاسه انه ضبط الهدف الثالث سياتي في هذه اللحظات خليه سريعا بل نزيد ثاني توزيع من اليمين وليد المسعودي عبد الرحمن بعبور يضيع الكرة وجونيور يتابع في الكبير هدف سريع وسريع جدا في بداية هذه الفترة الثانية جونيور حتى الآن توزيع توزيع يتابع الكرة يعيد الكرة أحمد الحامي ريت بن شويكة انطلاق لهجوم جديد جونيور بن شويكة ريت بن شويكة يخرج وليد المسعودي عليها الكرة يدفع النحو لينضم للهجوم شوية وعين الشعبين جونيور يروج جونيور يضع بعض الوقت يشاهد ممتاز ترجي من النجم الرياضي الساحلي التصويب وكرة عالية شهيد الأهداف بالنسبة لجونيور كنت مسعود مستوى بقوة عبد الحامي ثم وليد المسعودي هدف الثاني حسن يحسن شوي لكن غياب التركيز هذا المرمى في موضع جد مناسب للتسجيل يسعى التواصل بالتسجيل في الروضة
محمد الحامي يفتك الكرة ممتاز جدا لليمين لليمين التوزيع والرأسية وهدف رابع وهدف رابع عبد الحامي يفتك الكرة ثم المسعود يوزع الجنيور يباعد سيدو جيد وليد المسعود اللاعب اللي قبل منذ وحيد على الدريب يوزع وجونيور يحط الكرة على التعبان أمام جيسي ويرفع الحصيلة إلى 4 أهداف مقابل 1 كرة مدري لعمل جونيور يحذر وانظر التصويب ودفاع جونيور ربح الوقت وكسب بعض الثواني باعتماد الكرة القصيرة والتمريرات في لاعبين الدرجة الحاملة جلب لاعب القوام بطريقة فنية عبد الحامي مرة جونيور جونيور عدم بطريقة الكرة المرزوق كرة ثانية تعود للفريق يحاول عكس الهجوم نادي حملهم لعبوا كثير برشا في عكس الهجومات البحث عن جونيور يحاول يخلط جونيور يخلط يخلط على الكرة مع مهدي رصاصي محاولة التوزيع في دين الحارس في توزيع ما تمرش الكرة إلى أحمد الحامي يتدخل إلى أنيس بن شويخ أنيس بن شويخ بكل ثقة إلى الدفاع خذها مهدي سعادة يحاول يعكس الهجوم مهدي سعادة راو إلى جونيور جونيور إلى أنيس في العملية في العملية نعود في وسط الميدان جونيور يدخل مهدي رصاصي فما مخالفة فما مخالفة على مدافع على فريق المهاجم الإيفواري في تشكيلة النادي الرياضي لحمام لم خذها زيادة زيادة قسم جديد جونيور وليد المسعودي لانس بن شويخ خطير هذا الهجوم خطير هذا الهجوم عمق ما تمرش يدخل اللاعب محمد جلاس محمد جلاس الى جونيور مهدي سعاد عطيه اليسار يخرج الدوادي قاعد تو ينوع في الرفعات نتاعو في التوزيع نتاعو والاستثمار نتاعها مازال مازال معين الشعباني مقابل ثم بلال يحمي اذا جونيور والكره الاولى والبحث على التصويب والتصويبه كانت بعيده مباشرة إلى جونيور وتماس أخرى والتغطية من جانب النقاط والتفكير 15 نقطة من الحمام الأولمبي و 16 نقطة من جانب فريق الأولمبي الباجي محمد إبراهيم كاميرا والتغطية الأخيرة لجونيور والتماس من جديد لفريق الأولمبي الباجي جونيور ثم مهدي المرزوقي والمخالفة للهف والمرتكبة من جانب علاء المالكي الكرة إلى جونيور تبقى الكرة لجونيور والتغطية من محور دفاع فريق الأولمبي البيجي وتبقى جونيور جونيور إبراهيم كاميرا إبراهيم كاميرا والمخالفة الحكم وسيم الحركة التسكينية من قبل التغيير هذا فقط الجزاء ثم ايضا استفادة من المثال النفسي ثم جونيور الى مهدي المرزوقي وحصل على هذا اللقب من 1992 وكذلك 10 جونيور ثم وليد المسعودي عملية ثنائية ممتازة من جديد جونيور يوزع على مستوى القائمة الثاني جانب وليد المسعودي إعادة من جديد التوزيع الأخيرة من جونيور وتدخل كبير فريق الأولمبي الباجي جديد التوزيع من أمين السفيقسي ثم جونيور يحافظ على الكرة جونيور يوزع والتغطية بالطبع يخو مكان حمدي الورهاني ودوم التغييرات الخاصة لتشكيل فريق الأولمبي الباجي حبيب كبير مع السادة المشاهدين جونيور والتغطية تصدم الكرة بقائد الأولمبي الميدان بعد التغطية نتاعه أمام المحاولة الفردية شوفوا المحاولة الفردية من جونيور
ثلاثة قلب مردود متوسط، المهارات موجودة لكن التسييم إلى حد الآن غايب، ورغم أفحام في دقعة واحدة إلى حد الآن مش كرة سينش على التسجيل جزاء شمال سيفي، شمال سيفي يجيب على هدف محمد الخدري، ومتابع مباراة مشوقة وتألق للحارس أيمن محمد الهنيدي وليد المسعودي، وليد المسعودي جونيور ثم يهمل كوتيني والكرني وليد المسعودي فرصة من الفريقين. إذا قراءة أولى هدف أول لصالح النادي الرياضي في حمام الأرض، هدف أول وجميل لصالح بل ما تخرج على الجيل الدريبل
فما جونيور كونستون يخرج كرة على إليكتيل كريستي يرجع الكرة من جديد لمناطق ديال ديرفيسكاكسي مامو يوسفو والكرة تعود من وليد المسعود يحاول تخريجها مع أحمد الحامي يرفع الكرة كونستون جونيور كونستون جونيور يعني عملية الاعتراض نص فيكسيون بين الدفرين لهذا اللاعب اللي امامكم كونستون جونيور مخافات الى حد الان حتى كانت النتيجه عادله في هذه الحقيقه مجد التصويبه كما قلت من خارج مناطق الجزاء كرة لصالح النادي الرياضي كونستون جونيور وليد المسعود الامور بالنسبه للمدرب كريستيان سارامالي الفرنسي كره لصالح النادي الرياضي لحبيبنا عن طريق اللاعب كونستون جونيور يحصل على المسانده يلقى مهدي المرزوق مهدي المرزوق طبعا في اتجاه ولكن يتدخل جونيور يتمكن من عكس الهجوم من النادي الرياضي لحبيبنا جونيور نتيجه اخر هدفين مقابل صفر في الشوط الثاني لاعبوا كثيرة على الدين المدريدي سدد هدف تبديل الفارق هدف تبديل الفارق يجي في توقيت 66 دقيقة هاد حمد لم فمن الإعادة لهذا الهدف كرة توصل داخل مناطق الجزاء لجونيور تمريرة ممتازة قدمية يطلقها على الدين المدريدي وإغالة الحارس جسم الخلوفي طبعا في غياب التغطية الدفاعية على مستوى الدفاع النادي الرياضي يستحق دفاع النادي الرياضي حمام لوم على نهاية المباراة كرة طويلة من دفاع النادي الرياضي حمام لوم توصل حمدي الرويدي يرجع الكرة ما زالت النادي الرياضي حمام لوم في مخالفة جونيور كونستون جونيور يحاول يخرج الكرة للاعب يوسف الفزاعي يوسف الفزاعي ثم جونيور جونيور خرج سروان للغول التسديد ممتاز الحارس حارس ايمن المكلوفي يرجع الكرة هذه الإعادة كونستون جونيور هو اللي اعطى الكرة لمروان للغول يدخل داخل منطقة الجزاء يسدد يوزع والكرة ترجع إلى الدفاع كان هناك الحاج عثمان ثم تعود الكرة لصالح النادي الرياضي محمد لم كونستون جونيور لأنيس بن شميخة ثم العربي الماجد ويرجع الكرة للعب طويلة في اتجاه لعب كونستون جونيور أنيس بن شميخة كونستون جونيور كونستون جونيور يتمكن من المرور يحاول يدخل داخل منطقة الجزاء الكرة عند سيلفا دو سانتوس الكرة ترجع لكونستون جونيور عبد الحامي وليد المسعود ثم كونستون جونيور باتجاه التوازن الدرداني يلقى روحه في الرواق الايمن وحده بالدفاع سونتراج قيمة السونتراج اللي نادي حق سامح الدربان اكيد سونتراج في مكانها ثم جونش تمكن من تسجيل هدف هذايا امام كتلة دفاعية حمام الانف كان هو الحل اللي نجم به الترجي الرياضي يسجل الهدف هذا معتمد الترجي الرياضي التونسي
خطوته مع خالد المولي هذا امين النفسي مثل جيري جيري جونيور موجود خالد شميس بالكره يرجع الكره مره اخرى بين نادي حمام الامس وهيب مع الهيب اليوم مباراه نادي حمام الامس والترجي الريفوسي اول خمسه دقائق لعب هيب الشوط الثاني والكره بحوش نادي حمام الامس ومهاجم جيري جونيور يحاول يمر من رقابه الدفاع بتاع الترجي ورقابه خالد المولي يخرج عليه كيف مجدي التراوي يعني دفاع بالنسبه له ومروان هود مدير اللقاء الحكم عادل الغايب من الدكتور فوز الفتح والانسان يساعد به انور امينه محمد انور سكمه الحكم الرابع امين وسيف ويراقب اللقاء محمد الغريبي والكوره تخرج لصالح الملعب التونسي نادي حمام الامس مع بدايه الشوط الثاني من المباراه المحاوله الثانيه يخرج حارس المرمى يكون الحكم محمد صغير يكون ضربة جزاء ضربة جزاء لصالح نادي حمام الامس يعمل ضربة جزاء كالعادة يعني عبر سبعة الأولى الكرة تمشي تدخل تدخل من حارس والضربة بجانب نادي حمام الامس رجع الكرة المدرب سلمانيا في مباراه تقل الملعب التونسي اختير العمليه فرصه هدف ثاني والحارس يتصدى الكرة تجمد حمام الامس نجم يسجل هدف ثاني يضغط عليه باش يخلى مكانه نجم حمام الامس خمس دقائق بعد انطلاق هذا الشوط الثاني وعوده كان وراء ضربه مازال باش يكون الى جانب العكروت نشوفوا هذا التغيير هل ياتي من جديد لملعب التونسي مباراه الحكوميات يمشي نصرتي لاعب الملعب التونسي محاولة من بعيد التسديد فرصه مثل تختيرها يخرج الحارس نسعد هذاك جديد ابداع الانقاض كره قصيره ثم كره طويله 19 خطيرة العملية خطيرة هذا الهجوم لصالح النادي حمام الامس